من هي الأميرة الإسبانية التي تزوجها القائد حنبال؟ هل فعلا كان له ابن منها؟ وماذا ذكر المؤرخون عن الحياة الشخصية لهذا القائد العظيم؟ عن هذه الأسئلة سنجيب في هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وزيارة موقعنا. عادة ما نسمع بإنجازات القائد الفذ حنبال، حيث يعرف بأنه قطع جبال الألب ليحتل بعد ذلك معظم إيطاليا، إلا أنه من النادر أن يتم التحدث عن أسرته وحياته الشخصية. ولقد كشف عدة مؤرخون بأن القائد حنبال كان متزوجا من امرأة إسبانية، فذكر المؤرخ ليفي بأن حنبال ابن أميلكار تزوج وهو في 24 من عمره من امرأة إسبانية من كاستيلا. هذه المرأة كانت أميرة إسبانية، حيث أن والدها كان متحالفا مع قرطاج. ولقد ذكر نفس المؤرخ بأن قصة حب كبرى جمعت بين حنبال وزوجته. أما بالنسبة لاسمها فهي تدعى إيميلسي، ولقد أنجبت لحنبال ابنا اسمه أسبار. الراجح أن حنبال قد تزوج هذه الأميرة عندما كان في رحلته الطويلة نحو روما، حيث يذكر المؤرخون بأنه عندما غادر إسبانيا في اتجاه روما ترك وراءه هذا الابن وهو لا يزال رضيعا، وكانت السنة التي تركه فيها هي 218 قبل الميلاد. ووفقا لرواية المؤرخ سيليوس، فإن حنبال وإثر مغادرته من أجل الحرب القرطاجية الرومانية قام بإرسال زوجته وابنه إلى قرطاج، وذلك حفاظا على سلامتهما. ولقد غادر حنبال على الرغم من إلحاح زوجته إيميلسي على الذهاب معه ومع جيشه لمحاربة روما، إلا أن حنبال رفض ذلك وأصر على إرسالها إلى قرطاج. ويذكر المؤرخون بأن إيميلسي توفيت سنة 214 قبل الميلاد في مدينة قرطاج، أي أنها توفيت بعد 4 أعوام من مغادرة حنبال. ولقد كان ذلك في فترة تواجد حنبال في إيطاليا وسيطرته عليها كليا. وأما بالنسبة لابنهما فلا يعرف متى أو أين توفي على وجه التحديد. هذه هي المعلومات التي نقلها المؤرخون عن زوجة حنبال. أتمنى أن تكون قد أفادتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.